هما في إطار أنشطة المؤسسة القيس نفتتح معرض متنقل لمحطات القطار بفضل شراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية. أول المحطات بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاة قيس الدقيق يوم 5 فبراير هي محطة الرباط أجدار. المعرض سيتنقل بأربع محطات كما قلت مسبقا. ثاني المحطات في شهر مارس، خلال شهر مارس ستكون محطة فاس ثم طنجة، ونختتم بمحطة مراكش بإذن الله خلال شهر ماي. يعني البادرة هذه الثقافية تدخل ضمن منوال الأنشطة وأهداف المؤسسة التي هي الإحياء والحفاظ على الذاكرة المسرحية والذاكرة الفنية عامة لفقيد المسرح قيس الدقيق غمد الله برحمته، لأنه كان فنانا شموليا. لا المسرح لا السينما، التلفازة والتشكيلي والتأليف. احنا من الهدف ديالنا ان الجيل الحاضر والاجيال المقبله باذن الله يكونوا عارفين المسار الغزير ويكتشفوا مجددا هذا الفنان المتعدد الصفات والمواهب لكي تكون استمراريه في الفن. هذا الجدير اليوم تكون ضمن البرنامج الثقافي لمؤسسه الدوله الجزائريه، لان الموسم الثقافي تحت شعار مسرح ما تتجول. اولا بين المسرح بين الجولة المسرحية للمسرح الثماني الجدود، جولة وطنية وجولة دولية بفضل الشراكة مع الوزارة المكلفة بشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين والخارج. ثاني يعني الجزء الثاني من أنشطة المؤسسة المؤسسة خلال هذا الموسم الحالي هو الورشات الفنية والمسرحية للأطفال بفضل الشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل. لأن الأهداف ديالنا كما قلت ديما تهيئ النشط الصاعد والعمل على ان الابداع والمستقبل لتهيئ يعني الطاقات والمواهب، وهذه البادره تدخل ضمن هذا التصور الشمولي. ولكم كما كتعرفوا كاين الفيلم الوحيد اللي سميتو الزفت، كان خرجو وميمطا كان فنان تشكيلي وخطاط الله يرحمه. واليوم كتعرفوا الناس ما عرفوش هذا المعايد شنو وضعنا هذا اليوم باش ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.